يحرص الجميع في شهر رمضان المبارك أن تكون مائدة الإفطار مع الأهل والأقارب، ولكن هناك البعض لا يستطيع ذلك بسبب ظروف العمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة. العاملون في وزارة الإعلام مثال للعمل المخلص والجاد في شهر الصيام، إذ يحرصون على إتمام عملهم على أكمل وجه وتناول الإفطار في مقر عملهم. هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أحبتنا في الله، ننقل لكم الآن مدفع الإفطار ورفع أذان المغرب وفقا للتوقيت المحلي لمدينة الكويت. يرتفع أذان المغرب في شهر رمضان لتخلو الشوارع ويسود الصمت والهدوء شوارع الكويت، وتتجمع العائلات حول مائدة الإفطار لتأكل ما لذ وطاب، ولكن هناك من يتغيب عن هذه المائدة بسبب ظروف عملهم التي تتطلب وجودهم بين أروقة المكاتب ودهاليز العمل، وخاصة في وزارة الإعلام. شيء طبيعي انه يتمنى انه يكون فطوره مع اهله وبين ربعه وجماعته، بس يعني مهما يكون هني عندك مهمه وعندك وظيفه، يعني هم اذا يعني اخلصت النيه لله، انت قاعد تعلنين الاذان حق شريحه كبيره من اهل الكويت، فان شاء الله يعني هذه تعوضنا عن جمعه الاهل. هذه الظروف الدوام لازم، هذه واجبنا، لازم نسوي، لازم هاي واجبنا. هؤلاء يؤدون مهامهم وقد تمر عليهم أيام عديدة من الشهر الفضيل، وهم يواصلون العمل بعيدا عن مائدة الأهل، لا يشعرون بالملل أو الضيق، هدفهم إنجاز العمل على أكمل وجه. تفطرنا بالدوام، مفروض نتفطر ويا الأهل وكذي، بس هذا شغلنا. بس الجمعة حلوة أيضا، يعني فكرة رمضان وكذي أنه يجمع الناس. احنا الحمد لله متجمعين ومستانسين، قاعد ناكل ونقضي شغلنا بنفس الوقت. الاجواء جميله جدا، يعني حتى زي ما انت شايفه، يعني على الرغم من ان في بعض الاحيان بيبقى الواحد بيفطر بعيد عن البيت والاسره وكده، لكن بالعكس يعني الزملاء هنا والاجواء في قاعه التحرير عامه يعني بتكاد تمحو الاحساس اللي هو ان الفطر بعيد عن الاسره. رصدنا بالكلمة والصورة الجهود التي تبذل في شهر الخير بوزارة الإعلام، فهم ينسون التعب وسعداء بما يقومون به. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.